ونبدأ ساعتنا الأولى ضمن الحرة الليلة من المؤتمر الصحفي الذي من المقرر أن يلقيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من مقر وزارة الخارجية من العاصمة واشنطن بعد لحظات. ومن المقرر أن يتطرق بلينكين في حديثه أو في مؤتمره الصحفي هذا عن ملفات عدة، من المتوقع أن تكون أولا الحرب الروسية على أوكرانيا، وثانيا برنامج إيران النووي، ونتائج زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة إلى منطقة الشرق الأوسط من أبرز مواضيعها. والآن ينضم إلينا من وزارة الخارجية الأمريكية مراسلنا ميشيل غندور. ميشيل، ما هي آخر التفاصيل لديك بشأن هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين؟ نعم جو، الوزير بلينكين في هذا المؤتمر الصحفي سيستعرض عدة قضايا دولية حساسة ومهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأبرزها بالطبع الحرب الروسية على أوكرانيا والاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الخارج بعد أزمة غذائية عالمية كبيرة سببتها الحرب الروسية على أوكرانيا والحصار الروسي المفروض على الموانئ الأوكرانية. هذا الاتفاق مهم بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة لكل الدول، وخاصة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي عانت دول هذه المنطقة من جراء النقص في الأغذية والحبوب وارتفاع أسعارها نتيجة الحصار الروسي. إضافة إلى ذلك سيتطرق أيضا الوزير بلينكين إلى الملف الصيني والاتصال المزمع إجراؤه بين الرئيس بايدن والرئيس الصيني في الساعات المقبلة في ظل توتر شديد بين الولايات المتحدة والصين على خلفية الطموحات الصينية الكبيرة والاستعدادات والتعزيزات العسكرية الكبيرة التي تقيمها الصين، والتوتر حول تايوان والزيارة التي كان قد تم الحديث عنها من قبل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان والتي لم يتم تأكيدها، والتي ربما عدلت رئيسة مجلس النواب عن القيام بها، والتي سببت أيضا توترا بين الولايات المتحدة والصين. ملفات أخرى قد تطرح خلال هذا المؤتمر الصحفي. عفوا ميشيل، يعني كنت ذكرت قبل قليل يعني اتصال مزمع أن يجريه وزير الخارجية الأمريكي من مع الجانب الصيني، هل ممكن يعني هل لديك تفاصيل عن هذا الاتصال ومع من؟ الاتصال سيجري بين الرئيس بايدن والرئيس الصيني بايدن. والوزير بلينكين سيحضر هذا الاتصال بالطبع الذي قد يستغرق بعض الوقت، وكان قد تحدث عنه الرئيس بايدن في الأيام الماضية وقال إنه سيجري هذا الاتصال مع الرئيس الصيني لتبديد التوتر ولإدارة الخلاف بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. من ناحية أخرى هناك بالطبع قضايا عديدة أيضا، منها ما طرح في الساعات الماضية من معلومات وأخبار أكدتها الخارجية الأمريكية بأن الاتحاد الأوروبي قدم مقترحا جديدا يتعلق بعودة الولايات المتحدة وإيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. هذه الخطة التي انسحبت منها إدارة ترامب والتي قامت إدارة بايدن ومنذ سنة ونصف تقريبا بالتفاوض بشأنها بشكل غير مباشر مع إيران بواسطة الأوروبيين للعودة إليها، تم التوصل إلى مسودة اتفاق ولكن لم تأخذ بها إيران حتى هذه الساعة. خرج مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في الساعات الماضية بمقال افتتاحي في الفاينانشال تايمز أعلن فيه أن الاتحاد الأوروبي قدم اقتراحا جديدا للخروج من هذا المأزق والعودة إلى الاتفاق النووي. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناد برايس أكد أمس أن الولايات المتحدة والخارجية الأمريكية تدرسان هذا الاقتراح الذي يستند إلى مسودة الاتفاق
الأوراق التي تم التوصل إليها خلال محادثات فيينا، وأن الولايات المتحدة سترد على هذا الاقتراح في الأيام القليلة المقبلة، لأن الوقت هو حساس بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة للتقدم الذي تحرزه إيران في ملفها وبرنامجها النووي عبر رفع التخصيب وتركيب أدوات تخصيب جديدة ويعني متطورة. هذه من ضمن القضايا التي قد يسأل عنها الوزير بلينكن، إضافة إلى ملفات دولية أخرى، ربما الزيارة إلى الشرق الأوسط وما حققته. من ضمن هذه قبل أن نخوض في تفاصيل هذه الزيارة ميشيل، يعني لو تضعنا قليلا خصوصا بنتائج هذه الزيارة، كان ما حصل يوم أمس بلقاء بين الخارجية والرئيس وعائلة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين بوعاقلي، هل رشح من معلومات إضافية عن هذا اللقاء؟ نعم، هذا اللقاء جاء نعرف أن مسألة مقتل شيرين أبو عاقلي شكلت توترا شديدا في المنطقة، وتزامنت قبل زيارة الرئيس بايدن إلى إسرائيل والضفة الغربية والسعودية، وحين ذاك تم الحديث عن إمكانية عقد لقاء بين عائلة شيرين أبو عاقلي والرئيس بايدن، ولكن هذا اللقاء لم يحصل، واستعيد عنه باتصال بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن وعائلة شيرين أبو عاقلي. وخلال هذا الاتصال وجه الوزير بلينكن دعوة لعائلة أبو عاقلي للقاء يعقد هنا في واشنطن، وهذا ما حصل بالفعل أمس. الوزير بلينكن أكد لعائلة شيرين أبو عاقلي أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن قتلها، وأن الولايات المتحدة تحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على تنسيق المواقف للخروج بمعلومات وبنتائج نهائية للتحقيق، وبضرورة محاسبة المسؤولين، وهذه مسألة حساسة. ولكن لم تذهب الإدارة الأمريكية إلى أبعد من ذلك، إلى ما يطالب به البعض بإجراء تحقيق مستقل بهذا الحادث. وكان مسؤول في الإدارة الأمريكية يعني أجرى تحقيقا أو اطلع على المعلومات، استبعد أن تكون عملية قتل شيرين أبو عاقلي عملية متعمدة. واللقاء الذي حصل أمس بين الوزير بلينكن وعائلة شيرين أبو عاقلي كان لتقديم التعازي وللإعراب عن تضامن الولايات المتحدة مع شيرين أبو عاقلي وعائلتها، ويعني كانت زيارة خاصة وعائلية أكثر مما هي سياسية. ميشيل، قبل التفاصيل يعني زيارة ونتائج زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط التي ممكن أن يتحدث عنها بعد قليل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التفاصيل التي ذكرتها قبل قليل، الاتصال من الجانبين المزمع عقده بين وزير الخارجية الذي سيكون حاضرا بين هذا الاتصال ورئيس الجمهورية رئيس الولايات المتحدة جو بايدن والجانب الصيني، إلى أي مدى يعني سيكون هناك برأيك، إذا كان لديك أي معلومات عن التفاصيل أو الإجراءات التي ستتخذ من قبل الإدارة الأمريكية وتحديدا الخارجية فيما يتعلق بالمعلومات الأخيرة التي صدرت عن وكالات الاستخبارات الأمريكية عن الحديقة المزخرفة التي فيها يعني أدوات استخباراتية صينية كانت وردت إلى الولايات المتحدة، هل من معلومات، هل من إجراءات ستتخذ من قبل الخارجية الأمريكية بشأن هذا الموضوع أم لم يكن هناك من تفاصيل عنها؟ بالطبع هذه قضايا تناقش بالقنوات الدبلوماسية والقنوات الخاصة، قنوات الاتصال الخاصة بين الولايات المتحدة والصين، ولكن لم نعرف بعد ما إذا كان الرئيس بايدن سيتطرق إلى هذا الأمر. هناك بالطبع قضايا كبيرة ومهمة وحساسة بين الصين والولايات المتحدة، تعترف الإدارة الأمريكية بأن هناك خلافات كبيرة مع الصين، ولكن تريد أن تنظم المنافسة مع الصين وأن تكون هذه العلاقة يعني تنافسية ولكنها ليست علاقة عداوة، خصوصا في ظل احتكاكات عسكرية عديدة تجري في بحر الصين الجنوبي بين القوات الأمريكية والقوات الصينية التي تتهمها
القوات الأمريكية بأنها تقوم بعمليات استفزازية وغير حرفية، ومسألة تايوان مسألة حساسة بالطبع، مسألة كوريا الشمالية ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية مسألة مهمة أيضا، الخلافات التجارية بين البلدين، العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والصين على الجانبين، مسألة الرسوم الجمركية التي فرضت في عهد إدارة الرئيس ترامب، كلها نقاط موضع نقاش. ولكن البيت الأبيض الذي يقود هذه العملية لم يفصح بعد عن كل هذه أو عن المواضيع والقضايا التي ستتم مناقشتها خلال هذا الاتصال المهم الذي سيجري في الساعات المقبلة. شكرا ميشيل على هذه التفاصيل والإحاطة التي أعطيتنا إياها قبل المؤتمر الصحفي المتوقع لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بعد قليل. ابقى معنا لو سمحت، سننتقل الآن من ولاية فيرجينيا. معنا كبير الباحثين في Center for American Progress أو مركز التقدم الأمريكي، لورنس كورب، هو أستاذ مساعد في جامعة جورج تاون ومساعد وزير الدفاع الأسبق للاستدامة. أستاذ لورنس، يعني هناك مواضيع عدة يبدو أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيطرحها، من قضايا الشرق الأوسط وصولا إلى الصين إلى الملف النووي. برأيك إلى أي مدى هذا تعزيز للدبلوماسية الأمريكية في إدارة بايدن، أو هو استمرارية لهذا النهج؟ أعتقد أنه يريد أن يظهر بأنه ليست فقط مسألة عسكرية مثل مثلا الوضع في أوكرانيا وبيع الأسلحة في الشرق الأوسط أو بناء التحالفات في آسيا وما يسمى الكواد وإرسال معدات عسكرية إلى اليابان. يحاول إظهار أنها ليست المسألة العسكرية وإنما دبلوماسية كذلك، وأن الاختلافات بين هذه الدول من الهام أن نعمل على الأمور التي نشترك في فهمها. وأيضا بالنسبة للأسلحة النووية مع الروس، ومثلا الروس يحاولون الخروج من برنامج الفضاء والذين عملوا عليه لعقود، من الهام أن نعيد هذا المسار، هذا الأمر إلى مساره. والشيء سيان بالنسبة للملف الإيراني، وما إذا حازت إيران على السلاح النووي فقد يقتضي ردا من الإسرائيليين، وأيضا مع الصين مسألة أشباه الموصلات. في هذا السياق علينا أن نتأكد من أن الاقتصاد العالمي يعمل سويا. يعني في النقطة التي تحدثت عنها أستاذ لورنس قبل قليل في أول إجابتك، وهي بأن التركيز في الإدارة الأمريكية الآن حاليا ليس فقط على المسألة العسكرية، لماذا تريد الإدارة الأمريكية إظهار هذا الجانب من الإدارة الأمريكية الدبلوماسية؟ ما أهميته ولمن هذه الرسالة بالتحديد؟ هم يحاولون إظهار أن الخيار العسكري يجب أن يكون الخيار الأخير. فمثلا الانسحاب الأمريكي من أفغانستان مع بداية عهد الرئيس بايدن، وأيضا المفاوضات مع الطالبان، وبذلك يكون الخيار العسكري في نهاية المطاف وليس الخيار الأول. أعتقد بأن الوزير بلينكين سيتحدث عن ذلك اليوم. لا نريد خوض حرب في تايوان، ولكن نريد الحديث مع الصين عن مستقبل تايوان وعلى الدور الذي سنطلع به. كنت تمنيت أن قامت السيدة بيلوسي باستشارة الإدارة والجيش الأمريكي قبل تحديد هذه الزيارة. فقد يرى البعض بما قام به الروس في أوكرانيا نموذجا يطبقونه في تايوان.
ويكون وضعا مفيدا لكل الأطراف الفاعلة. وإذا لم تذهب فيبدو ستبدو على أنها تراجعت، وقد إذا ذهبت قد يهون هنالك تصرف من الصين. كنت أقوم بدوريات جوية فوق تايوان عندما كنت في البحرية الأمريكية، وكنا على مقربة جدا من التنازع مع الصينيين. أستاذ لورنس، يعني في هذه النقطة بالتحديد، إذا ما تراجعت اليوم نانسي بيلوسي عن هذه الزيارة، خصوصا بأنك كنت تقول أو تتمنى لو استشارت إما المجتمع الاستخباراتي أو الإدارة الأمريكية أو الجيش الأمريكي قبل إعلان هذه الزيارة، في حال ظهرت بأنها تتراجع، كيف ممكن، ما هي الرسالة التي يعني ترسلها، أو ماذا ممكن، كيف ممكن أن يتلقى المجتمع الدولي أو حتى الصين التراجع هذا عن هذه الزيارة؟ كما قلت فلا يكون الوضع في مصلحة أي من الفاعلين، فإذا ما ذهبت سيكون هنالك تبعات، وإذا لم تذهب سيكون هنالك كذلك تأثيرا. فالرئيس بايدن سيتحدث إلى الرئيس تشي، وعندما ذهب مثلا في التسعينيات رئيس مجلس النواب جينغريتش آنذاك، من المفيد أن يرى الكونغرس ما يحدث هناك، إذ لهم دور كذلك في السياسة الخارجية. ولا تنسى أن السيدة بيلوسي أيضا هي في ممكن أن تصبح رئيسة. أستاذ كورب، في إجاباتك السابقة كنت شددت على أهمية الإطار التي تضعه هذه الإدارة الأمريكية من خلال الخارجية الأمريكية، على أن الخيار العسكري سيكون في نهاية المطاف وليس في أول المطاف، يعني تحديدا كما أجبت. هل هذا وإلى أي مدى ممكن وصفه بأنه نوع من تغيير في سياسة الإدارة الأمريكية السابقة، إدارة ترامب، وهو ما ممكن وصفه بالتغيير بين الإدارات الأمريكية والإدارات الجمهورية؟ هل هذا صحيح؟ دون شك ما قام به الرئيس السابق ترامب فلم يكن يؤمن بالدبلوماسية والمفاوضات. سحب من الاتفاقية النووية مع إيران دون استشارة الحلفاء، وأمر كذلك بالنسبة لاتفاقية ستارت للأسلحة النووية مع الروس، وقام بالتهديدات ضد الصين. يجب أن تكون الدبلوماسية أولاً، وإذا تعززت الدبلوماسية بالقوى العسكرية لتكون ناجحة، وأن تكون خياراً آخر إذا ما أخفقت الدبلوماسية وأن المصالح الاستراتيجية تكون على المحك. فنرى ذلك مثلاً ما حدث في أوكرانيا، والاتصالات التي قام بها الرئيس بايدن في هذا الصدد ورئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية. ولكن هذا الموضوع، لماذا برأيك دائما هناك هذه الصورة لدى بعض الحلفاء في منطقة الشرق الأوسط بأن الخيار الأول دائما لهذه الدبلوماسية عند الديمقراطيين يعني تستفيد منه دائما إيران؟ هل هناك ما يفسر أو يشرح ذلك التحليل؟ مرة أخرى، إن الاتفاقية النووية في العام 2015 كان خطوة مهمة، لأنه بطأ تحرك إيران نحو حيازة السلاح النووي. الآن عندما انسحبنا من الاتفاقية قال الإيرانيون لقد أبطأنا هذا المسار وما حصلنا مقابل ذلك. لقد خرج ترامب من هذه الاتفاقية وفرض عليهم العقوبات، فهم يقولون لماذا علينا أن نفعل ذلك الآن؟ نعرف بأنهم إذا ما حازوا على سلاح نووي سيحاول السعوديون حيازة سلاح نووي، وسيكون هنالك ردة فعل في إسرائيل. وحتى ما قام به الإسرائيليون لإبطاء المسار للإيرانيين قبل الاتفاقية، وإذا نعم. طب هناك زيارة في موازاة كل ما تقوم به الإدارة الأمريكية من تحركات دبلوماسية والتي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في موازاة كل ذلك هناك تحركات لافتة للخارجية الروسية،
يعني هناك زيارة لإفريقيا يقوم بها لافروف، بدأها تحديدا من مصر، كان له كلمة في جامعة الدول العربية. هذا لا كان لافتا للعديد من الخبراء السياسيين والجيوسياسيين في المنطقة. هناك تحليلات كانت تقول بأن اليوم هناك هذا التنافس بين الطرفين الروسي والأمريكي على المنطقة، كيف تنظر إلى ذلك التحليل؟ دون أي شك هذا يحدث، لأن الكثير من الدول في أفريقيا لن تنضم إلى العقوبات، فتحتاج إلى الطاقة الروسية والغذاء من أيضا من روسيا وأوكرانيا. فبشكل أساسي إذا سيطرت روسيا على أوكرانيا لا يكون هنالك تأثير، فأوكرانيا كانت جزءا من روسيا، ولا يؤثر على ذلك على الشعب في الشعوب في أفريقيا الذين فقط يأبهون للغذاء. نعم، شكرا لكبير الباحثين في Center for American Progress أو مركز التقدم الأمريكي، الأستاذ المساعد في جامعة جورج تاون ومساعد وزير الدفاع الأسبق للاستدامة لورنس كورب، لوجودك معنا. الآن نتحول إلى كلمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. دخلت حرب بوتين على أوكرانيا في شهرها السادس، و 14 مليون أوكراني اضطروا إلى الفرار من منازلهم، والنقص في المواد الغذائية والأسعار المرتفعة كلها أثار لأن الرئيس بوتين كان مصمما على اجتياح دولة أخرى. لقد أخفق في ذلك، فأوكرانيا لن يتم السيطرة عليها وستبقى مستقلة، فهذا يعزز من عزيمة الشعب الأوكراني والجيش الأوكراني، فسيفعل كل ما هو الضروري لحماية بلادهم ومنازلهم ومواطنيهم. الولايات المتحدة والحلفاء ستستمر بالوقوف إلى جانبهم وتوصيل لهم ما يحتاجونه للدفاع عن حرياتهم. في الأيام القادمة أتوقع أن أتحدث مع وزير خارجية روسيا لافروف لأول مرة منذ بداية الحرب. الأولوية هي لإطلاق سراح بول ويلن وبريتني غراينر الذين اعتقلا بدون حق، ويتعين إعادتهم إلى الديار. والاقتراح الذي تم تقدم به لتسهيل وتيسير إطلاق سراحهم، وسأعقب في هذا الحديث شخصيا على هذا المسؤول، ونأمل بأن يؤتي بنتيجة. أيضا مسألة الصفقة المحتملة للحبوب، تصدير الحبوب التي توصلت إليه أوكرانيا وروسيا برعاية تركيا وأممية، والذي ييسر بشحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وبأن روسيا ستسهل ذلك. منذ أسابيع في اجتماعات وزراء المجموعة العشرين حث وزراء الخارجية الوزير لافروف وروسيا برفع الحصار عن الحبوب، وهنالك فرق بين الصفقة على الورق والصفقة المكرسة، فهنالك ملايين الأطنان من الحبوب والسفن عليها أن تصل إلى الأسواق العالمية، ولن تكون الصفقة معقولة إذا ليس هنالك تنفيذا لها. وأي مفاوضات حول أوكرانيا هو على لشعب أوكرانيا وشعبها بتقريرها. وكما قلنا في بداية المطاف، ما من شيء عن أوكرانيا دون انخراط أوكرانيا. وإذ وصلنا إلى منتصف هذه السنة، دعونا نلقي النظرة على وضع الحرب وما نتوقعه في المستقبل في منطقة الدونباس، حيث تركز روسيا قواتها بعد الإخفاق في السيطرة على كييف في فصل الربيع. إن وجودهم هناك هو بتكلفة كبيرة لأرواح جنودهم ومعداتهم، وإن القوات الأوكرانية متمكنة من الرد وبكل المعدات والمساعدات التي قدمتها إدارة بايدن. وأيضاً
وزير لافروف في الأسبوع الماضي قال بأن أهداف روسيا في أوكرانيا قد انتشرت وتتخطى حدود الدنباس. هذه أهداف تتغير باستمرار وتبريرات تتغير باستمرار. وفي الأصل قالوا يريدون إزالة النازية عن أوكرانيا، وقالوا التهديد هو تشكله عن ناتو، وبمساعدة وناتو التي حاولت على تحقيق الاستقرار والسلام في أوروبا وكذلك لمصلحة روسيا. وبعد ذلك قالوا بأن هنالك حرب ضد الأوكرانيين من أصول روسية القاطنين في الدونباس، وإن المسؤول الأول لقتل الروس الإثنيين في أوكرانيا هو بوتين. وإذ بوتين يعتقد بأن أوكرانيا ليست دولة مستقلة وأنها ملك وتابعة لروسيا، وقال في العام 2008 بأن أوكرانيا اقتبس، أوكرانيا ليست دولة حقيقية نهاية الاقتباس. وفي الشهر الماضي قال عندما قام بيتر العظيم بالاجتياح كما باستعادة ما هو ملك روسيا، والآن روسيا تحاول استعادة ما هو ملكها. لقد أخفق الرئيس بوتين في جهوده لانتهاك سيادة أوكرانيا، والآن تحاول روسيا ضم المزيد من الأراضي في أوكرانيا من معلومات استخباراتية أمريكية ومن معلومات في المجال العام. نرى بأنهم يستخدمون نفس النهج الذي اتبعوه في العام 2014، إذ يستخدمون وكلاء عنهم غير شرعيين ويحاولون سيطرة أجهزة الإعلام ويجبرون المواطنون بأخذ المواطنة الروسية والجنسية الروسية ولتقوية نفوذهم على هذه المنطقة. وروسيا تستخدم مراكز لاستجواب والإساءة إلى الآلاف من الأوكرانيين، بعض منهم يسمح لهم بالبقاء في المناطق التي تسيطر عليها روسيا، والبعض منهم يرحل إلى روسيا أو يرسل إلى السجون أو يختفون بكل بساطة. هذا ما نتوقع أن نراه مستقبلاً، إن القادة الذي تضعهم روسيا بطريقة غير مشروعة يريدون بعد ذلك الانضمام إلى روسيا، وسيستخدمون هذه الأصوات المزيفة للزعم بأن الضم هو مشروع. علينا أن بسرعة نوضح لروسيا بأن هذه التكتيكات لن تفلح وبأن هذا انتهاك كبير لميثاق الأمم المتحدة. إن الأسرة الدولية التي تعتمد على القانون الدولي والتي يتعين أن تدين هذه التصرفات من روسيا وأن توضح بأنها لن تعترف بهذه التصرفات غير الشرعية، ولا يمكن أن يزعم أي من المفاجأة إذا ما قامت روسيا بذلك واتبعت بعض الدول هذا النهج. قال لافروف منذ أيام أقتبس، نحن مصممون على تحرير شعب أوكرانيا من هذه النظام غير المقبول نهاية الاقتباس. ما هو الحق الذي تعطيه روسيا لنفسها لقيام مثل هذه المزاعم؟ وليس لحكومة روسيا أي كلمة في ذلك، إن هذا الحق هو للشعب الأوكراني والشعب الأوكراني لوحده. والتطورات التي تثير الانزعاج كلها، و علينا أن أيضا نركز على الصورة الكبرى بأن الناتو حلف شمال الأطلسي أقوى، ومع بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا. نشكر اللجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لتيسير هذا المسار، وعدد من الدول في أوروبا وما بعدها قد أدان تصرفات روسيا. إن الشعب الأوكراني أكثر تصميماً بالدفاع عن أوكرانيا والمحافظة على ثقافتهم. كل هذه التطورات تضحط مزاعم الكرملين. اقتصادياً، إن العقوبات التي فرضناها على روسيا لوضع حد لهذا العدوان لها تأثيرها،
ولدينا البيانات الاقتصادية التي تدحض مزاعم الرئيس بوتين بأن كل شيء على ما يرام في روسيا وأن الاقتصاد الروسي قوي. هذا بكل بساطة غير صحيح. عدد من الشركات، أكثر من 1000 شركة أجنبية انسحبت من روسيا وتمثل بعائداتها واستثماراتها أكثر من ثلث ناتج الإجمالي المحلي في روسيا، وعدد كبير من الخبراء والمحترفين الاحترافيين في مجال الطاقة وغيرها غادروا روسيا، وإن الاستيراد من روسيا قد انخفض إلى نحو 50%، وأيضا للمكونات العالية الدقة من الصين، ويتعذر عليهم الحصول على ذلك والنفاذ، يصعب عليهم النفاذ إلى الأسواق في الخارج، ويزعمون بأن الحكومة لها فائض. الواقع هو أن هنالك عجز في الميزانية في روسيا بسبب ومن جراء العقوبات. يقولون بأن هنالك ثروة سيادية للكرملين. إن الواقع هو نصف هذه الأصول مجمدة في الخارج، ويقولون بأن الاستهلاك المحلي قوي، والواقع هو أن الاستهلاك قد انخفض وانهار في روسيا، ويقولون بأن الروبل لا يزال قوي، وإن يمنع تحويل الروبل إلى الدولار، وانخفضت قيمته كثيرا مقارنة مع ما قبل الحرب. إذن وإذ يحاول الكرملين أن يظهر صورة استقرار اقتصادي، فالواقع والحقيقة تظهر خلاف ذلك. وقد يزعم الرئيس بوتين بأن هذه الحرب هي انتصاراً ونجاح، والعالم يرى بأنها قد قوضت وأضعفت روسيا بشكل كبير. إن الولايات المتحدة مستعدة لدعم أي جهود دبلوماسية قابلة على الحياة، وحتى الآن لم تظهر موسكو إشارات بأنها مستعدة للانخراط بشكل بناء. عندما يحين الوقت سنسخر كل الموارد الدبلوماسية الأمريكية، ولحين ذلك نحن نعزز من قوة أوكرانيا في الميدان لكي تعزز من مكانتها على طاولة المفاوضات من هنا في واشنطن وفي كل رحلاتي حول العالم. سنؤيد أوكرانيا ذات سيادة ومستقرة، وسنحاول حل مسألة الأمن الغذائي. في الأسبوع الماضي تشرفت بلقاء السيدة الأولى الأوكرانية ليانا زيلنسكي، زارت وزارة الخارجية الأمريكية، وقلت لها بأن دعم الولايات المتحدة ثابت ولا يتزعزع للشعب الأوكراني، و يسعدني الآن أن أفتح المجال للأسئلة. معالي الوزير، هناك تقارير تقول أن هذه الإدارة قررت أن تتعامل مع تجار السلاح. ما هي إمكانية إخراج السيدة غراينا من روسيا مقابل شيء آخر؟ وماذا يمكن أن تقوم به في خطابك مع لافروف لإخراجها من روسيا؟ وكذلك كيف يمكن لك الثقة فيما يقوله الروس؟ شكراً أندريا. بالنسبة للجهود لعودة بول ويلين وبرتني غراينر، تفهمين بأنني لا يسعني الدخول في التفاصيل. لماذا هذا العرض السخي؟ هذا ما يسعني أن أقوله في هذا الصدد، كما ذكرت بأننا أوضحنا ذلك في مناسبات عدة وبشكل مباشر إلى المسؤولين الروس.
وأمل أنه بالحديث إلى وزير لافروف يمكنني أن أدفع قدما هذه الجهود بإعادتهما إلى الديار. لدينا هدفان بالنسبة لسجن أمريكيين دون حق حول العالم، وما ينطبق كذلك على ويلن وغراينر. هذه ممارسة، وللأسف تعرفين بأن عدد من الدول تلجأ إليها، ونحن نعمل وبكل تصميم نعمل على وضع حد لها، وسأعود بالحديث عن هذا الموضوع. فنريد أن نرى إطلاق سراح كل من هو معتقل دون حق، ونريد عودتهم إلى الديار، ونريد أن نجابه هذه الممارسات غير المشروعة. فقد أظهرنا في مسألة ترافر ريد عندما عاد إلى الديار منذ أشهر بأن الرئيس مستعد للقيام بالقرارات الصعبة إذا كان يعني ذلك إعادة الأمريكيين إلى الديار، وسنعمل مع الشركاء لتسخير كل السبل، ومنها في الأوامر التنفيذية التي نشرها الرئيس لمجابهة هذه الممارسات. وستسمعيني في الأسابيع والأشهر القادمة للحديث أكثر عن كل الجهود لمجابهة الاعتقال دون حق للأمريكيين حول العالم. وأعتذر بأنني لم أتحدث عن الشق الثاني من سؤالك بالنسبة للحبوب. يا أندريا، عندما كنا في بالي في اجتماعات مجموعة العشرين كان منظرا قويا أن نرى وزراء الخارجية من حول العالم يطالبون بشدة بأن ترفع روسيا حصارها عن موانئ الحبوب في أوكرانيا، ووزراء من دول حول العالم جغرافيا نادوا بذلك، لحد أن وزير لافروف قرر بأن لا يعود إلى الجلسة التي كانت تعقد في مجموعة العشرين. ونرى بأن روسيا قد توصلت إلى هذه الصفقة نزولا للضغوطات التي تعرضت إليها من الدول حول العالم، وهذا الحصار يجب أن يرفع لكي يسمحوا بتوفير الغذاء لشعوب العالم. طبعا الآن السؤال يبقى إذا ما سيكون هنالك تنفيذا فعليا للاتفاق، وسنرى إذا ما وقعت روسيا وما وقعت عليه روسيا هي جادة في شأنه، وأن القصف التي رأيته في الأيام الماضية إذا ما تراجعت إلى الوراء قليلا ونظرت، وبأي حق تعتقد روسيا بأنها يسمح لها بقصف أي شيء في أوكرانيا أو أوديسا أو أي من الموانئ؟ فهي كلها جهود لتحاول أن تسيطر على أوكرانيا، وهي أخفقت حتى الآن. في موضوع الحبوب الأوكرانية، الأهم ما يريده العالم هو أن تبحر هذه السفن، وسنرى ذلك في الأيام القليلة القادمة. إذن مشاهدينا، كنا نستمع إلى جزء من هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي تحدث فيه عن نقاط عدة. أولا، تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا من نقص في المواد الأساسية لارتفاع أسعار السلع. الهام في هذا المؤتمر الصحفي هو إعلان بلينكن عن اتصال لأول مرة بينه وبين نظيره الروسي منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا. سيتم فيه الحديث عن اقتراح لإطلاق صراح المواطنين الأمريكيين بول ويلن وبريتني غراينر. أيضا تحدث عن توقعات الخارجية لمستقبل هذه الحرب وتداعيات العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا.